بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا فيكم أخواني وأخواتي. يعني قبل قليل يعني أو فجر قدت الوالدة للملاحظة، الحمد لله الأمور في تحسن. عموما استيقظت مبكرا، ذهبت تقريبا على الساعة 7. الناس أو البلد مكتظة بالعاملين والمحال التجارية والمطاعم والكافيهات، كل مجتهد في أن يكدح. فهذا الشيء مما يلهمك بالعمل والنشاط. أساسا استيقظت مبكرا جدا، يعني فعلى تقريبا الساعة 6 صباحا خرجت إلى البلكونة، فوجدت واحدة محجبة يعني ليست صغيرة تركض في الحي. وسبحان الله، مجرد ما أني خرجت، يعني قبل أن أشاهد أي أحد، مجرد ما أني خرجت الساعة 6 صباحا للبلكون، خصوصا في هذه الأيام، فانشرح صدري وفكرت بأني أطبق ما قاله هلاشا لونغ، بأن أو كثير من النفابة والخبراء، أن في الصباح إذا استيقظت اذهب لكي تتمشى قليلا، على الأقل لو دقائق في الخارج. مجرد ما أنت عندما تستيقظ ترى الخارج تتغير نفسيتك، تنتعش، الأماكن المفتوحة تعطيك، تنطبع في نفسك بشكل معين. وأيضا حينما تشاهد الناس كل يسعى إلى رزقه يلهمك ذلك، لأن أنت تقوم بالمثل بطريقة ما أو بأخرى، ليس بالضرورة أنك يعني تقوم بعمل ما، لكن يلهمك للعمل عموما. يعني كانت هذه خاطرة مقدمة على ما اليوم لاحظته. الشيء الثاني، نعم، بالنسبة حق النوفاب، أنا أحب أني دائما أعيد وأذكر، لأن الموضوع برمجة أكثر ما هو حل تأخذه وتمشي، تضع في جيبك وتمضي في سبيلك وينحل الموضوع. خلنا نشاهدكم هنا. فمما ساعدني في يعني إبقاء الابتعاد، عدم الانتكاس، رغم أن النوفابرز يعني يحدث معهم، الابتعاد عن الهاتف. ذكرت هذا الشيء مرارا وتكرارا وقلت لكم لماذا. الهاتف يغير من تفكيرك، من نظرتك للحياة، يجعلك ضيق الصدر، مشتت البال. نستطيع أن نتكلم في هذا الموضوع مطولا في وقت لاحق، لكن أنت ينبغي عليك أن أنت تكون جدي. متى ما كنت جديا ستبتعد عن الهاتف. هل من الضرورة أنك تتخلص من الهاتف لكي تنجح النوفاب؟ لا، النوفاب تأكل عادة سريعة على المشاهد الجسدية. لا، من الممكن أن أنت تبقي الهاتف، تتجاوز الفاب أو العادة السرية، لكن هذا لكن يعني كل يختلف، كل على حسب حالته. قد يكون في البداية يعني عليك أنك توطن نفسك على أنك تبعده تماما عن حياتك، المهم أنه من الممكن، لكن عليك أن أنت لو أن أنت لن تتخلص من هاتفك، عليك أن تعود نفسك على أن تكون بعيد عنه، ابتعد عنه، ضع دائما بعيدا، أغلق التنبيهات بقدر المستطاع. كلما استطعت أنك أنت تكون بعيد عنه، لا تستخدمه، ابتعد عنه. حينما يأتيك تساؤل وتريد تبحث عنه في الإنترنت، لا تبحث. حينما تريد تتفقد شيء، لا تتفقد. حينما تريد أن تشاهد فيديو، لا تشاهد. وهذا يرجعنا إلى النقطة الثانية اللي هي مخالفة النفس. وأيضا أذكر على هذا الشيء،
هي تنطوي تحت العمود الثاني. طبعا اول شيء جديه، عندما تكون جاد جدا بحيث انك انت تعلمت ما فيه الكفايه من الفاب من الادمان، وتعرف انه هو يعني يغير حياتك جذريا الى الأسوأ، وان انت تريد ان انت تكون شخص طبيعي ناجح سعيد، هذا الشيء يتحقق فقط بالنوفاب تلقائي. ذكرت هذا الشيء بالفيديو السابق. فهنا ينبغي عليك انك تعود نفسك ابتعاد على الهاتف، ينبغي ان تبرمج نفسك، تذكر نفسك اقصد يعني. ف العمود الاول او النقطه الاولى او العمود الاول الهام اللي هو الجديه والمعرفه واليقين بان مجرد شيء بسيط من الفاب سيغير حياتك جذريا. العمود الثاني الابتعاد عن الهاتف، لو ان لم تريد ان تتخلص منه تماما فعود نفسك على انك انت تكون بعيد عنه قدر المستطاع. حتى الاشياء التي انت تحتاجها بالهاتف عود نفسك بانك تبتعد عنها. يجب هذا الشيء لزاما، ليس لمن على الفاب، ليس للمدمن الإباحية، على للناس كلها. هناك كتاب ترجم اسمه كيف تقطع علاقتك بهاتفك، مترجم انجري. هناك كتب اخرى اتمنى انها تترجم مثل ديجيتال ديتوكس، ديجيتال مينيماليزم، مثل العديد ما لا يحضرني الان اسمعهم، تحدثت عن هذا الشيء. ف بشكل عام انت تحتاج انك انت حتى لو تعافيت، حتى لو تغير مدمنك، انت تبتعد على الهاتف قدر المستطاع. انا اردت ان تحيا حياة صحيحة سليمة نفسيا ناجحة سعيدة، ينبغي عليك ان تبتعد على الهاتف. فالعمود الثاني قبل ما الابتعاد على الهاتف، العمود الثالث واللي انا ذكرته كثيرا ونود كبيره، هو ان تزكي نفسك، تكون روحاني، تزهد، يعني باختصار تعيش حياة الزهد والقناعة والبساطة في الحياة. لماذا أنا دائما أكرر هذا الشيء وكثير بعض النوفابرز أيضا ينتهجه مثل جيب داوغ يعني وغيره؟ لأن يعني هو في التجربة أثبت نجاحه، لأن الشخصية الزاهدة ليست التي تقول أنها زاهدة، الشخصية الزاهدة فعلا بالقلب، لأن الزهد بقلب. الشخص الذي زاهد بقلبه فعلا، وهذا شيء لا يأتي بيوم وليلة، لكن يأتي بالتدريب والتعويض النفس والقلب، تطهير القلب. الشخصية الزاهدة لا تتفق مع شخصية المدمن الإباحية. يعني الشخص الزاهد، تخيل أنت شخص زاهد فعلا قلبا وغالبا من داخل قلبه زاهد، لا يعني يحب البساطة في الحياة، لا يطمع بشيء نهائيا، يعني الماديات عنده ولا شيء، الجنس عنده ولا شيء، المال عنده ولا شيء، راضي، يريد فقط وجه الله والدار الآخرة وراحة البال، وأي شيء يرضيه، خبزة مع ماء ترضيه، ينام على الأرض في العواء عادي عنده. هذا الشخص من الصعب أنه يدمن على الفاب. أنت يجب أنك تسأل نفسك هذا تمرين اليوم، ما الظروف أو الشخصية التي إن كنت أنا عليها فإن الفاب من شبه المستحيل أنه هو يدخل علي مرة أخرى. أو أجعلها سؤالين، سؤال الأول ما الظروف، سؤال الثاني ما الشخصية. فبالتجربة أن شخصية الشخص الزاهد، الشخص الراضي بأي شيء، الشخص القنوع، الشخص الذي يحب البساطة في الحياة، لا تتفق معه شخص ناحية الإدمان. يعني الإدمان صعب أنه يدخل عليه، الإدمان يدخل على الشخص المهووس أكثر،
على الشخص الذي يسخط عندما لا يحصل على شيء. أذن يعني اتصال. ف كنا نقول ان الشخص الزاهد من الصعب عليه ان حتى يفكر بالإباحية او بالجنس بالا، يعني لا يريد شيء، جالس متاح البال، ممكن انه هو يعني عنده قهوة مثلا في منزل او بين مكان، تقول له والله ماذا لا تحصل على أثاوة عظيمة؟ يقول لك بإذن الله، إن الله كتبها، كتب أنها ستأتي ستأتي. لماذا لا تحصل على نساء؟ بإذن الله كل شيء إن شاء الله سيأتي بقدر من الله ورزق من الله. لماذا لا تتحرك الآن؟ لماذا لا تعمل؟ إن شاء الله سأعمل حينما يعني سأعمل، وقتما يأتي العمل سأعمل. أما الآن فأنا جالس مستمتع باللحظة، مثلا صباحا سأعمل، مثلا عصرا سأعمل، لكن وقت ما أنا جالس في غير العمل لن أفكر بالعمل، لن أفكر بالثواب، لن أفكر بهذا. وقت ما أنا جالس لوحدي لماذا أفكر في النساء؟ أنا جالس لوحدي، كيف يعني سأتزوج يدي أو ماذا؟ فالشخص الزاهد الراضي كذا لا يشغل باله بالكثير من الأمور، لأنه يشغل باله بالكثير من الماديات يسخط فينتكس، يقول لماذا هذه النساء، كثير من النساء الذي مررنا علي وشاهدتهم لم أحصل عليهم، لم أفش في قليلي منهم. إذن إلى اليد، سأذهب إلى يدي المنجى الوحيد مسكين اليد، والله تم نكاحها أكثر ويمكن من أكثر عاهرة في الدنيا يعني. نسبة حق مدمن الإباحية يعني، يعني تقول لك خلاص حجي يعني اليد. عموما فالمقصد أن الزاهد حينما يعني فعلا تروض نفسك يوم بعد، يعني أنا إلى الآن يعني ممكن صار لي سنتين وأنا أحاول أروض نفسي، أو أكثر من سنتين يعني، سنتين يعني أو ثلاث وأنا أروض نفسي على الزهد وكذا، يوم بعد يوم أتحسن يعني من هذه الناحية. فأنا أنصحكم أنكم تتراجعون هذه الأبواب التسليم، يعني في كتب تزكية النفس، أبواب التسليم، أبواب الرضا، أبواب الزهد، أبواب هذه الأمور، يعني سواء في كتب تزكية النفس، سواء في كتب الأخرى. يجب أن تغير نظرتك للحياة، تعرف أن أمضي في حياتك فقط، خلاص هلا والله، أنك تمضي في حياتك فقط، تمضي في حياتك، لا تحمل هم، لأن الأشياء التي تدعي تنتكس هذا يمكن غد نقول أنه العمود الرابع، أنك أنت تراعي نفسيتك فقط، أمضي في حياتك. الحياة عملية أكثر مما أنت تتصور، والحياة مدارة بحكمة الله، بالله الحكيم، بقدر تقدير الله الحكيم، أكثر مما أنت تتصور. إذن فقط أمضي فيها، فقط أمضي فيها، عيش يا أخي، عيش وخلي يدك تعيش. امضي في حياتك وانت مسلم وانت راضي، لا تفكر بما حدث ولا تقلق بما سيحدث. عموما اتمنى ان يكون هذا الفيديو خفيف وحبيب و يعني سالم من الاخطاء. عموما اتمنى تكونوا بخير واستفدتم واستمتعتم، معكم في فيديو قادم في امان الله. السلام عليكم.